نفت نقابة المهن التمثيلية في الجزائر ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص خبر وفاة الفنان الكبير محمد عجايمي. وأوضحت الفنانة المكلفة عن الصحة بالنقابة أن خبر وفاة الممثل القدير محمد عجايمي لا أساس له من الصحة، كما لم تنفي الفنانة الجزائرية أن النجم الجزائري الكبير يركض بالعناية المركزة في المستشفى وحالته غير مستقرة. محمد عجايمي ممثل سينمائي جزائري معروف له دبلوم في التعليم من جامعة بوزريعة يرتبط بالمسلسلات التاريخية، حيث قدم ما لا يقل عن 20 شخصية 25 من التاريخ الإسلامي والجزائري، وهو يملك مقدرة كبيرة في هذا النوع من الأدوار التي تحتاج إلى مقومات فسيولوجية وصوت جهوري وتحكم في اللغة، وهي مواصفات توفرت لدى عجايمي. لكن هذا النجاح في مجال الأعمال التاريخية لم يبعده في السنوات الأخيرة عن تجسيد الأدوار الاجتماعية بنجاح من خلال مسلسلين عرض في الجزائر وحقق نجاحا كبيرا، وهما كيد الزمن والوصية، وكلاهما من إخراج جمال فزاز أحد أشهر المخرجين الجزائريين. وسجل الفنان عجايمي حافل بالأعمال الناجحة، حيث جسد ما لا يقل عن 50 دورا في أعمال تلفزيونية وسينمائية، فضلا عن أدوار كثيرة في تمثيليات إذاعية، وتوجت أعماله بجوائز في عدة مناسبات، كما كان له تجارب خارج الوطن وعرضت بعض أعماله بدول عربية كالأردن والعراق، وله حضور مميز في مجال الأوبرا الميلاد 1945، العمر 76 سنة، الميلاد 1945 العمر 76 سنة، الجنسية جزائري. الأدوار المهمة عمار البزرة، المهنة ممثل. قال الفنان محمد عجايمي إنه سيطل على جمهوره خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل درامي اجتماعي لا يزال مخرجه عمار تريباش لم يحسم بعد عنوانه، ويجسد محدثنا دور رجل مسالم طيب الملامح يعمل طوال الوقت على إصلاح ذات البين ولم الشمل، وهو الدور حسب عجايمي الذي يعد مختلفا تماما عن باقي الأدوار التي قدمها والتي صنعت شخصيته الفنية عند الجمهور الجزائري. فبعد أن اعتاد على محمد عجايمي حاد الطباع العصبي سيفاجأ به حسب قوله بشخصية طيبة. شارك محمد عجايمي في هذا العمل مجموعة من الشباب الهواة والممثلة الصاعدة سارة التي سبق أن شاركته مسلسل حب في قفص الاتهام العام الماضي. عجايمي قال إن دوره جديد بالنسبة للتلفزيون، لكنه تعود عليه من خلال المسرح الإذاعي أن يقدم أدوارا مختلفة، وهو ما يجب أن يفعله أي فنان. الحرص على اختيار الأدوار والتنوع دليل على قدرة الفنان على تمثيل أي دور يوكل إليه. عجايمي تحدث أيضا عن مقالب الكاميرا الخفية، وقال إنه يرفض رفضا قاطعا أن يوقع به فيها، وأنه لن يتسامح مع أي كان يحاول أن يشوه صورته عند جمهوره لأنه لا يحب أن يسخر. وهذه المقالب يقول محدثنا فقدت مستواها. ومحمد عجايمي من مواليد 1945 بالقصبة في العاصمة، حاصل على شهادة في التعليم من جامعة بوزريعة وممثل سينمائي. لكن هذا النجاح في مجال الأعمال التاريخية لم يبعده في السنوات الأخيرة عن تجسيد الأدوار الاجتماعية بنجاح من خلال مسلسلين عرض وحقق نجاحا كبيرا، وهما كيد الزمن والوصية، وكلاهما من إخراج جمال فزاز أحد أشهر المخرجين الجزائريين. شكرا لكم على حسن المتابعة، انتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.